بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. وقت النهاية بيظهر الطبع الحقيقي، وبنقدر نعرف القلب المزيف والشخص الأصيل. ودايما مع كل انفصال تظهر كل الخلافات والاختلافات، وكل واحد يقدم على تضحياته ألف برهان ودليل، ويحاول بكل الطرق يثبت أن الطرف الثاني هو المتهم وهو اللي أتقن التمثيل، مع أن ديننا ورسولنا علمنا معنى عظيم في أخلاق النهايات وهو الهجر الجميل. دايما يقولوا أن البدايات بتبقى حلوة قوي، وأن البدايات كلها ممكن تكون تنازلات، وممكن يكون في بعض الاختلافات اللي موجودة بيننا والخلافات اللي ممكن تكون بيننا وبين بعض، بس بنتغاضى عنها عشان الحلو اللي في البدايات. وإحنا دايما نقول أن النهايات هي أخلاق وأصل، النهايات هي اللي تبين أصلك الطيب أو أصلك اللي مش كويس. ليه دايما النهايات بيبقى كلها مشاكل؟ ليه دايما الوحش قوي 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 يبان في النهايات؟ افتكروا حاجة كويسة جدا ومهمة جدا، انه في يوم من الأيام جمعتكم فرحة واحدة، في يوم من الأيام جمعتكم لقمة واحدة مع بعض، اجتمعتوا مع بعض على حاجات كتير قوي، الحلو والمر. يبقى لما نيجي نفارق نفارق زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، زي بالظبط لما نيجي نتجوز ونختار نختار زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقال لنا. والله العظيم لو مشينا على المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه لنا في حياتنا وفي جوازنا، عمرنا ما هنفشل أبدا. الفشل بيكون مننا احنا، محدش يقول أبدا أصل الحياة الزوجية أو الجواز ده مشروع فاشل، كلمة كلنا عارفينها وبنسمعها كتير جدا. لما تيجي تقول لحد يا عم وانت مش ناوي تتجوز يقولك يا عم ده مشروع فاشل. عمر الجواز ما كان مشروع فاشل، عمر ربنا سبحانه وتعالى ما قال لنا وأمرنا بحاجة ممكن تكون فشلة أبدا. الفشل مننا احنا، والفشل مننا احنا ليه؟ لأننا ما بنطبقش اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه. والله أجمل شيء في الدنيا إنك تمشي على ربنا سبحانه وتعالى قال لك عليه الخطوات بتاعت الجواز، الحب والمودة والسكن والرحمة، وإن الجواز ده ميثاق غليظ، يعني المفروض تتمسكوا بحياتكم مع بعض لأقصى درجة. لو استحالت العشرة والحياة بينكم وبين بعض، والمسألة هنا نسبية وتختلف من شخص لشخص، في حاجات أنا أقبلها غيري ما يقبلهاش، في حاجات أنا استحملها غيري ما يستحملهاش، المهم أننا ما نستسلمش بسهولة. النهاردة بنلاقي الجواز ممكن يقعد شهر شهرين، ممكن كمان أقل من كده، ممكن يبقى 15 يوم، وتلاقوا على حاجات تافهة وهايفة جدا 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 تم الانفصال. الأصعب بقى من كده لما بيكون في أولاد كمان موجودين. زمان كانوا أهالينا بيستحملوا اللي احنا النهاردة ما نقدرش نستحمله، أهالينا استحملوا كتير قوي وكانوا راضيين وعايشين. النهاردة احنا تطلعاتنا كبيرة جدا، ومع الأسف تطلعاتنا دايما بتبقى في حياة غيرنا، يعني احنا بصين على حياة الأشخاص التانيين، مش بصين إحنا نبقى سعداء إزاي في حياتنا باللي ربنا ادهلنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل بني آدم على قد ما هو يستحمل، على قدرة تحمله، على قد قدرة تحمله. حدش يقول أبدا أنا ربنا إداني شيء أنا مش قادر أتحمله، لا أنت تقدر تتحمله على فكرة، وعشان ربنا عارف إنك تقدر تتحمله ادهولك. لحد ما قدرتك على التحمل هتخلص هتلاقي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الفرج يبقى بحاجات كتير، مش شرط يكون الانفصال والطلاق، ممكن يكون بحل مشكلتك. بس انت فكر وعقلها وشوف ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في حياتك، ممكن تكون بسببك او بسبب الاشخاص اللي معاك. يا تتغاضى لو هي بسبب الاشخاص اللي معاك على قد قدرة تحملك، يتصلح من نفسك. لكن تبص الحياة غيرك وتشوف غيرك عايش ازاي، وتبقى عايز تبقى نسخة من الحياة التانية اللي عجباك، عمرك ما هتتصلح ولا هتتقدم خطوة واحدة. ده أقصده مش في الحياة الزوجية بس، في كل حاجة موجودة في حياتنا. طول ما احنا عنينا على حياة غيرنا وعايزين نعيش حالة مش بتاعتنا، لأنها لو بتاعتنا كان ربنا ادهلنا، لكن هو ادهل غيرنا عشان هي مناسبة لغيرنا، وربنا ادانا احنا اللي يناسبنا عشان ده المناسب لينا. يبقى نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره علينا، لأن أكيد هو الخير. لما نيجي بقى نسيب بعض، نسيب بعض بأخلاق، نسيب بعض وإحنا عارفين إن إحنا في يوم من الأيام كلنا
لقمة مع بعض، في عيش وملح بينا، في يوم من الأيام أربع حيطان وباب اتقفل علينا، محدش يعرف عننا حاجة غير إحنا الاتنين بس. يبقى لما نيجي نسيب بحق ربنا سبحانه وتعالى، كل بني آدم ياخد حقه. مش لازم نمشي وإحنا بنجرح في بعض، مش لازم نمشي وإحنا بنهين بعض، مش لازم نمشي وإحنا بنطلع عيوب بعض، ومش لازم نمشي وإحنا داخلين حرب عشان نشوف مين فينا اللي هينتصر. وكل واحد حابب إنه هو يحافظ على صورته ويسوق صورة التاني. طيب لو بينا أولاد، وفي أولاد موجودين بينا هيفضلوا ربطنا العمر كله ببعض، في أم وفي أب نتج عنهم أولاد، الأولاد دول ربطنا ببعض العمر كله، هل يصح أن يبقى صورة الأب سيئة جدا في عيون ولاده؟ ما هو في الأول وفي الآخر كان اختياري. هل يصح أن يبقوا الأولاد شايفين أن الأم دي شيء سيء جدا؟ ما هو برضو كان اختيارك، هم ما لهمش أي علاقة، في النهاية اسمهم مربوط بالاتنين، بالأب والأم. يبقى لما نمشي ونسيب بعض، نسيب بعض عشان إحنا مش عايزين نكمل مع بعض، لكن الأشخاص التانيين ما يدفعوش تمن اختياراتنا الغلط. تفاصيل مهمة جدا هنتكلم إن شاء الله عنها النهاردة، عن أخلاقيات الانفصال تكون إزاي، مع الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلت الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. السلام، ازيك؟ منورنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. نعاشر بالمعروف ونفارق بالمعروف. نعم. مقصود إيه بالمعروف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولا كل سنة حضرتك طيبة وسادة المشاهدين طيبين، ده أول لقاء لنا في السنة الجديدة. نورت الدنيا كلها، سبحانه وتعالى يجعلها عام خير وبركة وأمن وأمان وسلم وسلام علينا وعلى الناس أجمعين. أمين يا رب. نعاشر بالمعروف يعني نتقي ربنا في بعض. نعاشر بالمعروف يعني كل ما تعرف الناس عليه من أمور الخير ومن أمور الفضل. نعاشر بالمعروف يعني يكون في بيننا مودة، يكون في بيننا رحمة، يكون في بيننا تغاضي عن بعض الأخطاء اللي وارد جدا إنها تحصل في الحياة الزوجية، لأن الناس مش بتتعامل مع بعض واحد زائد واحد يساوي اتنين في الحياة الزوجية. احنا بنتعامل ان احنا بنكمل بعض، ان احنا نتجاوز عن اخطاء بعض، لان احنا عملنا مؤسسة، عملنا حياة عايزين نوصل بيها لبر الامان. لما يستحيل الامر وتستحيل العشرة، هنيجي للجزئية التانية اللي حضرتك قلتيها، ونفارق بالمعروف. نفارق بأدب، نفارق باحترام، نفارق واحنا فاكرين الخير اللي كان بيننا، واحنا فاكرين اللحظات الطيبة اللي كانت بيننا. ده معنى نعاشر بالمعروف ونفارق بالمعروف. بس احنا مش عايزين نوصل لموضوع ان احنا نفارق كتير، مش عايزينها تتكرر، مش عايزينها نشوفها بالصورة اللي الناس بتستعجل بيها دلوقتي. لسه كنت بقول ده دلوقتي في الانترو، احنا كنا زمان اهالينا بتستحمل كتير قوي سنين ويمكن تستحمل عمرها كله، لكن النهاردة احنا بنشوف 15 يوم واتطلقوا، وشهر واتطلقوا، وسنة واتطلقوا. احنا مش مدركين لطبيعة العلاقة. العلاقة دي اولا علاقة مقدسة جدا، وصلة عظيمة جدا ما بين الرجل وما بين الأنثى، وهي آية زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماها في كتاب. دايما هتلاقي في بداية العلاقة دي، العلاقة الزوجية، في خلاف. ده طبيعي، ده منطقي جدا، لأن ما فيش حد فينا شبه التاني طبعا. كل واحد فينا ليه يعني مواصفاته الخاصة، ليه طبيعته الخاصة. على الأقل خالص نقدر نحكم على بعض بعد سنة. مش عندنا احنا مثل في مصر كده بيقول لا تزم ولا تشكر غير بعد سنة وست أشهر؟ ده حتى ده أول مرة أسمع. ده مثل موجود عندنا في الريف. حتى كان ليا واحد صديقي مغربي بنتكلم مرة في موضوع الشغل ومشكلة، يقول لي احنا عندنا نقول ما تسيبش شغلك ولا تبعد عن شغلك غير بعد سنة ونص. شوفي يعني محتاجين فترة ان احنا نفهم فيها بعض كويس، نتأقلم فيها مع عقلية بعض ومع بعض، مع وضع بعض كويس، لان غالبا الفترة بتاعت الخطوبة كل واحد بيظهر احسن ما عنده. لكن بنيجي بقى للحياة، لضغوط الحياة، ندخل في بقى في معترك الحياة، بيلاقي كل واحد عنده التزامات. ما هو الزواج مش بس انا عايز ولا بس انت عايز المتطلبات اللي ليك، ده انا عليا واجبات لازم اقديها. عادة الناس لما بتيجي بقى للواجب اللي عليها بيحصل هنا الخلاف. واحيانا بتلاقي واحد في البداية مش متحمل المسؤولية تحمل كامل، مش مدرك لحقيقة تحمل المسؤولية. ودي بتبقى مشكلة الاهل والتربية،
انهم ما فهموش الولد او البنت الحياه الزوجيه هي مش رفاهيات وحب وزي ما الناس بتقعد تقول حبه عصافير ودباديب. صحيح. جميل ان احنا نعيش الحاله دي، حلو ان احنا نخلقها بيننا وبين بعض وانها تفضل مستمره في الحياه الزوجيه، بس لابد هي الحياه بشكل عام هيبقى فيها بعض المناغصات. الحب هو اللي يخلينا اننا نستحمل ده ونعديه. الحب والاحترام طبعا، والاحترام ده اهم على فكره. الاحترام والتقدير، ان انا اقدرك واحترمك وانت تبادليني نفس الاحترام ونفس التقدير، لان احيانا ممكن ما يكونش الحب موجود بالصوره اللي تشجع ان احنا نتحمل. وكان سيدنا عمر ليه كلمه جميله جدا، يقول لك مش كل البيوت بتبنى على الحب طبعا، انما هتبنى على الاحترام وهتبنى على الموده وهتبنى على ولما التقدير. ولما يبقى في الاحترام والموده والتقدير هيتولد الحب، هيجي الحب. صح. هيجي حب العشره اللي هو الحب الراقي الاقوى. ايوه، اللي هو انا شفتك على حقيقتك وانت شفتني على حقيقتي وقبلك، وعدينا بمراحل. أيوة. كتير مع بعض بحلوها ومرها، قبلك بعيوبك وقبلك بمميزاتك، لان ما فيش حد فينا كامل طبعا، واللي بيدور على حد كامل بيدور على حد مش موجود. الكمال كان في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت العصمة بموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلنا بشر، كلنا يخطئ وكلنا يصيب، وعقولنا زي ما بقول لحضرتك مختلفة. فلازم احنا بالاحترام وبالتقدير وبالمودة يكون في بيننا يعني حياة طيبة طبعا، هنوصل للحب اللي حضرتك بتقولي عليه. بس عايزينك ناخد التليفون ونكمل. مدام عبير. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. معلش انا عايزه بس استفسر. اتفضل. ايه يعني حكم نهايه 10 40 سنه مع زوج في النهايه يقول لك انا وانت كل واحد مع نفسه في نفس البيت وهجر بقى؟ يعني ست جابت له 5 اولاد ما شاء الله، 3 شباب زي الورد متخرجين من الجامعه واللي متجوز، بنات زي الفل اللي متجوزين وعندي احفاد. لما يكون الراجل بعد 40 سنه يقول لك انت في حالك وانا في حالي، ايه الاسباب كده فجاه؟ مع ان يعني دعمته وقفت معاه جنبا الى جنب في كل الظروف الصعبه في كل المحن، وكانت حياه شاقه في الأربعين سنه وتحملت فيها لحد ما اولادي الحمد لله ما شاء الله زي الفل، وربنا يعني يبارك لنا فيهم ويبارك في كل اولاد المسلمين. امين يا رب. فلما تبقى انت عايشه مع واحد في البيت، انت في حالك وهو في حاله. هو في اوضه وانا في اوضه، يعني حتى الصباح ما متصبحش علي. يعني هو يعني مخاصم حضرتك زي شبه مخاصم من غير اي اسباب. طب حضرتك ما حاولتيش تسالي ايه الاسباب؟ والله على ما اقول شهيد. طب حضرتك ما سالتيهوش ايه الاسباب؟ ما هو لازم يبقى في اسباب. هو بقى خلاص كده يعني من غير اي حاجه، انا ما عندي ضغوطات ولا عنده ضغوطات ولا في اي حاجه كده بس. طب خلينا نصدقه انه عنده بعض الضغوطات، حضرتك ما سالتيهوش ايه الحاجات اللي ضغطاك؟ أولاده سألوه وكلهم سألوه. ما هو أولاده غير لما حضرتك تسأليه. وأنا سألت، أنا حبيبتي لما بقى بسأل دلوقتي الحكم أنا عارفة أنا وصلت لحد إيه في النهاية. فهل العيشة بتبقى مع حد بالشكل ده، هل الإسلام بيرضاها؟ ده أنا اللي عايزة أسأل. حاضر حاضر. تبين يا مدام عبير، بعد 40 سنة عشرة الوضع اللي هم فيه ده، هل ده يعني شيء كويس ولا شيء مش كويس؟ ولا أكيد مش كويس طبعا حضرتك. ولكن سألتي كل الأسئلة اللي أنا كنت عايز أسألها لها، وعشان نوصل لحاجة نمسك منها السبب مفيش، احنا مش عارفين. وهي بتقول الله على ما أقول شهيد إن مفيش سبب. طب يعني هل الذهن منضبط؟ موصل يعني مفيش حد هيحصل منه الكلام ده من غير ما يكون هو عنده. ممكن يكون الأسباب يعني لو هو ما قالهاش، أو ممكن تكون هو كان منتظر منها كتومة. رد فعل في إيه؟ في ناس كتومة، يعني في واحد يبقى انت عايزه تاخدي منه تقول له ايه اللي مزعلك عشان ارضيك عشان اصالحك، وهو ما بيتكلمش. عارف ما بعض الناس اللي هي بتبقى كده علشان قول لي عشان ارضيك، بيبقوا منتظرين اللي قدامهم بعد العشره الطويله يبقوا فهموا ايه اللي ممكن يكون مزعله من غير ما يتكلموا. طب ازاي ده بعض الاشخاص؟ ده الحوار ده هو اساس استقرار واستمرار العلاقه الزوجيه، ان احنا نتكلم. واسمحي لي يا استاذه. اتفضل. مفيش حدود للكلام اللي بينا طبعا في اي حاجه. انت كل حاجه بتحبها ايه قول لي عليها، وانا كل حاجه بحبها ايه اقول لك عليها.
ده اللي يخلينا نحاول نوصل لبعض، نقرب لبعض بدون ما اتكلم في التفاصيل. في كل الامور لازم يكون بيننا كلام، ولازم يكون بيننا حوار، واكون عارف انت بتحب ايه في الموقف ده وانا بحب ايه في الموقف ده. ده اللي يخلي الحياة تستمر. لكن اللي حضرتك بتسألي عليه، هل ده يعني يرضي الاسلام؟ ما يرضيش طبعا. الكلام انا سمعت من حضرتك وما سمعتش منه، سمعنا منك، سمعنا من طرف واحد. لكن على الكلام اللي انت بتقوليه، لا، مش من حقه ان هو يهجرك بعد العشرة الطويلة دي، مش من حقه ان هو يبعد عنك. بالعكس، ده الناس بتحتاج لبعض بعد السن ده، بنحتاج يكون في بيننا ألفة كده نتكلم. انا مفرح قوي لما نعم. بقى في اي مكان وشوف اتنين حقيقي. كبار يا على المنظر وعلى الجمال حقيقي. لما يبقوا اتنين كبار في السن ولاقيهم ماسكين ايد بعض وداخلين هما الاتنين عايزين حد يسندهم، بس هما الاتنين بيتسندوا على بعض. معنى من اجمل ما يمكن. سندين بعض روحيا طبعا، حتى لو مش قادرين يسندوا بعض بدنيا، سندين بعض روحيا وسندين بعض نفسيا، والاتنين بيفضفضوا مع بعض بعد ما خلاص اهدافهم في الحياة ما بقتش زي الاول. يعني انا عندي احفاد، عندي كذا، كل اللي بيفرحني ان انا اشوف ولاد ابني او ولاد بنتي جايين قدامي بلعب معهم وبيلعبوا معي. خلاص يعني ما عادش عندي طموح في الحياة غير ان انا اشوف الاسرة اللي انا كونتها دي مستقرة. ده انا اظن لو احنا وصلنا للمرحلة دي واحنا متفاهمين، هتبقى افضل مرحلة في حياة الانسان طبعا. بس ليه بقى احنا نوصل بيها للخلاف اللي خلينا نضيع طعمها ونضيع حلاوتها؟ وربنا بيقول لنا ولا تنسوا الفضل بينكم طبعا. ده ربنا بيقول خلي فيه بينكم وبين بعض شياكة في التعامل. ده لحضرتك لما تعرفي الجملة دي جت فين. ولا تنسوا الفضل بينكم دي جت وهو ربنا بيقول لنا لو حد يعني عمل عقد الزواج وبعدين انفصل قبل ما يدخل بزوجته، بيبقى فيه احكام شرعية مرتبطة بالموضوع ده. فربنا بيقول وانتوا بتتحاسبوا اوعوا تنسوا الفضل اللي بينكم. ده احنا لسه ما اتجوزناش، ده ما دخلوش في حياة، ده ما فيش بينهم اولاد. تخيل بقى يعني اللي هو حاجات بسيطة، ما بالك بقى بالعشرة الطويلة اللي مليانة بتفاصيل كتير جدا. مواقف كتير في الحياة عديناها مع بعض، صعوبات كتير واجهناها مع بعض، وافراح كتير حصلت واحنا مع بعض. كل ده ربنا بيقول لنا ما تنسوش الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعدين يختمها بايه؟ ان الله بما تعملون بصير. خلي بالكم اللي هيعمل حاجة ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها. حتى لو انت قدرت تخفي على الناس، او قدرت وانتوا قاعدين في مجلس كده بالاهل والاحباب وبيحاولوا يقربوا منكم، وانت عايز تطلعها قدام اهلها ولا قدام اهلك شيطان، وهي عايزة تطلع جوزها شيطان. مهما تقول بقى من كلام وادعاءات، ربنا مطلع، ربنا شايف، ربنا عارف. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني خلوا فيه بينكم شيء من الذوق في التعامل طبعاً. شيء من الاحترام، شيء من الانصاف. ما جيش لما يحصل حاجة بيننا احنا ما شفناش منك خير ابدا، وهو يقول لها لا بيتنسي انت دايماً. كل حاجة بتتنسي حقيقي، الا نسبة قليلة، ودي بيبقى الحقيقة. يعني الواحد بيبقى عايز يقول لهم تعظيم سلام. يعني حقيقي الاثنين اللي انفصلوا وتلاقيهم علاقتهم طيبة جدا ببعض ومحافظين على علاقة قوية جدا وعلاقة كلها احترام قدام اولادهم، فيطلعوا ايه؟ طلعوا الاولاد اسوياء. صحيح، دي تربية وفهم للدين واحترام للعشرة اللي كانت بينهم، وده مطلوب جدا. علشان خاطر زي ما حضرتك قلتي، لان ممكن الضحية في الكلام ده كله يكون الاولاد. صحيح، لما يبقى في بيننا خلاف على مين ينفق، بيننا خلاف على اشوف ولادي ولا ما اشوفهمش، ليه كل ده؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في آية جميلة بديعة، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ده ربنا وعد الاثنين لما يكون خلاص الحياة مستحيل وهيحصل بينهم انفصال، بيقول لهم انا شايل لكم عندي كتير، لكم عندي فضل كبير، انتوا بقى سايبين ابواب ربنا اللي فيها الفضل وواقفين على باب الخلاف والشقاق والنزاع بينكم، واقفين تتخانقوا على شوية عفش انتهت الصلاحية بتاعتهم، واقفين تختلفوا وتقول لها اصلا انا لما كنت خاطب كنت جايب لك هدية، وهي تقول اصلا انا كنت جايبة لمامتك في عيد الام هدية. واقفين نتكلم في ده واحنا بنهد ميثاق غليظ، واقفين نقول لبعض انا علي عندك كذا وانت ليك عندي كذا، اللي لكم عند ربنا بالورق والقلم. ايوه، بس انتوا لما قفلتوا باب الفضل اللي ربنا كان فاتحه لكم،
دخلتوا في المشاكل والمشاكل خدت حياتكم، والخلاف كله شر، زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول اقفلوا باب الخلاف ده. لو احنا خلاص الحياة تنتهي، تنتهي بأدب، تنتهي باحترام، تنتهي بما يليق بتربية كل واحد فينا، تنتهي بما يليق لانتسابنا إلى دين بيقدر المرأة وبيقدر الرجل وبيقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم، علشان تتفتح لكم أبواب الخير اللي ربنا قال عنها يغني الله كلا من سعته. ويختمها برضو الآية دي بقوله وكان الله عليما حكيما، يعني حكيمة حكيمة يعني اللي حصل لكم ده وكان الله واسعا حكيما، واسعا يعني الفضل عنده واسع وكبير لكم انتوا الاثنين، وحكيما اللي حصل لكم من الأقدار دي بترتيب من الله عز وجل وبقدر من الله عز وجل، إن رضيتم به عوضكم الله عنه خير. بس احنا ندرك ونفهم طبعا هذا الأمر. طبعا طيب ناخد مدام ألياء. مدام ألاء اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. كنت عايزة استفسر بس عن حاجة من الدكتور. اتفضلي. أنا كنت مخطوبة وخطيبي اتوفى من شهرين. بقاء لله. بس يعني أهلي وأصحابي وكده فبيقولي ما ينفعش إن أنا أتواصل مع أهله تاني، يعني كل فترة. ليه؟ يعني عشان نفسيتي أنا وكده ونفسية مامته. لا مش يعني هما مش عايزينك تتواصلي معهم علشان نفسية مامته بتتأثر بالسلب ولا بالإيجاب. أصحابها بيقولوا لها وأهلها يعني إن أنت ما تتواصليش مع أهله يعني. يعني نفسيتي أنا يعني بتتعب لما بكلمها وكده، يعني بتفكرني اللي حصل وكده. طب وهي يعني احنا متعلقين ببعض جدا، يعني احنا كنا بنحب بعض جدا انا ومامته. ومامته لما انت بتتواصلي معاها حالها بيبقى عامل ازاي؟ يعني هو مش كل مره بتبقى متاثره يعني كويسه، يعني مره كده ومره كده. حتى بقاله شهرين بكلمها ساعات هي بتكلمني بتسال عليا وكده وبتقول لي ربنا يعوضك خير وما فيش بينا نصيب وكده. وديها بالصورة اللي لا تضرك نفسيا ولا تضرها نفسيا. وانا يعني كمان لو قطعك يعني مرة واحدة يا استاذة اظن هتأثر سلبا على الاثنين. طبعا. ولو انت دايما بتتكلمي والكلام ده والقرب ده بيأثر عليك نفسيا وبيأثر على والدته نفسيا، يبقى نخفف القرب ده، بس لا نقطع قوي ولا نوصل بالصورة اللي خلينا. اصل برضو الموضوع يا فضلت الشيخ بقاله شهرين. يعني بطبيعة حال الدنيا لسه هتلاقي الموضوع هيقل تدريجيا. صحيح كلامك منطقي طبعا. فيعني انت بالصورة اللي ليس فيها ضرر ليكي ولا ضرر ليه، لكن انت مش ممنوع عليك انك يعني تتواصلي معاها، بالعكس ده مودة منك وده يعني تقدير واحترام منك. طيب نرجع تاني للنهايات. واللي ربنا سبحانه وتعالى ورسول عليه أفضل الصلاة والسلام أمرنا به في النهايات بيننا وبين بعض، سواء كانت المدة طويلة أو المدة قصيرة. لهاش علاقة بالمدة، لها علاقة أنت تربيت في بيتك كزوج إزاي، على احترام الأنثى ولا لا، يعني شفت أنت المعاملة في بيتك إزاي وعلى أساسها أنت تتعامل. ليها كمان علاقة بأهل الزوجة. مش معنى أن احنا حصل بيننا انفصال أن دي تبقى عداوة طول العمر. ما يمكن كده الخير، ما يمكن ربما لو طال الأمور أكتر من كده كانت الدنيا يبقى الخلاف فيها أكتر. صحيح. كان يبقى المشاكل فيها أكبر. عشان كده دايما بنقول أقدار ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. كلها خير. احنا ليه مش شايفين دي؟ ليه مش شايفين ان احنا طالما عملنا اللي علينا واجتهدنا وخدنا بالأسباب ان احنا نصلح بينهم، لكن القدر غالب في الآخر، يعني مهما تعمل هو القدر، كلمة القدر نافذة وسابقة. إذا حصل ده ليه ما بنبصلهاش من المنهج ده؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما حدش عارف ربنا سبحانه وتعالى مخبي لك الخير فيه. وأي تفرقة يغني الله كلا من سعته. العلماء يقولوا في تفسيرها كمان يعني بدل الزوج بزوجة أحسن من اللي كانت معاه. صحيح. ويبدل الزوجة بزوج أحسن من اللي كان معاها. ومن معاني الغنى في الآية دي الاستغناء، انك تيجي بعد فترة كده ممكن يكون اصلا انا كنت بحب زوجي قوي ومش قادر استغنى عنه ومش متخيل الحياة من غيره وانتهت. بس انا دايما بأكد بعد ما خدنا كل الاسباب اللي نقدر نحافظ بها على الاسرة، مش زي ما حضرتك قلت ان انا بعد 15 يوم 20 يوم اقول خلاص انا مش قادر اكمل. احنا مش داخلين في جيم وبنقول احنا مش عارفين نكمله، لا دي حياة، ومن الاول انا لازم اعرف ان ليها اعباء. ده المشكلة كمان انه في بعض الاحيان يبقوا مخطوبين مثلا سنتين وثلاث سنين وخمس سنين ساعات، وتلاقي بعد 15 يوم من الجواز سابوا بعض. علشان زي ما كنا بنقول ان كل واحد بيتجمل. ايوه
هي فترة الخطوبة دي لو أنا راجل عائل أظهر أفضل يعني أظهر أسوأ ما عندي. أيوة أظهر على طبيعتي. دايما على طبيعتك أنت واصل لقلوب الناس، يعني مهما تعمل مهما تتجمل أنت حقيقتك هتبان، هتبان في فلتات لسانك، هتبان في تصرفاتك. خليك على طبيعتك، وطبيعتك دي هي بصمة المرور اللي ربنا حطها لك عشان توصل لقلوب الناس. مش ربنا بيقول لكل وجهة هو موليها؟ يعني كل واحد له شخصية معينة، كل واحد له نظام معين، لكل واحد له عقلية معينة. لو أنا حبيت أقلد حضرتك أنا هبقى مكشوف، أنا لابس تياب مش تيابي زي ما احنا بنقول، ثوب ليس بثوبي، هبان أول الناس. لكن لما تكون على طبيعتك في فترة الخطوبة هبقى عارف أنت بتتنرفز، هبقى عارف أنك ما بتحبش دي، أنك بتغير شوية زيادة عن اللازم. هشوف من الأول بقى أنا قادرة أتعامل معاك ولا لا. ونفس القصة في الـ في الـ في البنت، انا برضو اكون على طبيعتي، ما اتجملش قوي، ما اظهرش نفسي ان انا مثالية، او لما ندخل في الموضوع وكل واحد يشوف حقيقة التاني ويلاقيها بعيدة عن الواقع اللي كان هو بيشوفه في الخطوبة. انا اتجوزت واحدة تانية. أيوة. او انا اتجوزت واحد تاني. صحيح، ده اللي بيحصل، وده سبب من الاسباب اللي بيخلي الخلاف سريع. لكن دور الاهل بقى في الجزئية دي، دور الاهل يجي هنا. لازم اصبر اولادي، لازم اصبر الاولاد والبنات، ودي لهم أمثلة من حياتنا واللي احنا شفناه الآباء، يعني شفنا ايه والحياة كانت ايه. بالعكس انتوا ظروفكم احسن من ظروفنا، انتوا يعني اتجوزتوا بأمري او بسهولة غير اللي كانت بتحصل. يعني لازم اقول الاهل كمان ليهم دور مهم عايزة حضرتك تتكلم فيه، لانه بنشوفها في بعض الحالات، ويمكن مكالمات كتير بتجيلنا ممكن يكون فيها مشكلة زي دي، ان بتبقى البنت اتجوزت حد مثلا ما تعرفش انه بيشرب، ما تعرفش انه ممكن يكون مدمن، ما تعرفش انه ممكن يكون عنده مشكلة معينة، بيمد ايده، بيضرب، بيهين، احيانا بيبقى الضرب بيوصل انه يخنقها، هيموتها. فلما البنت تروح لاهلها يرد يقولوا لها ايه؟ عيشي واستحملي، اصلك مش هتطلقي. ماشي، ما عندناش مشكلة انها تعيش وتستحمل، بس عالجوا، يعني اتدخلوا، ما تسيبوهاش كده وتقولوا انه لا اصل ما ينفعش نتطلق، احنا ما عندناش بنات بتتطلق. ناخد خطوة كمان قبلها، وانت بتجوز اسأل ويكون حريص جدا. طالما انت عقليتك وفهمك للموضوع كده يبقى انت لازم تكون حريص جدا انت بتحط بنتك فين. وساعات البنت بتبقى السبب، يعني ساعات البنت تقولك انا اصلا انا عرفت لكن ما قلتش لاهلي، اصلا هو قال لي هبطل. عايز اقول حاجة في دي برضو، انا كأب المفروض يعني ما هجرش بنتي. احنا بنتكلم عن الهجر، مهما كان بنتي اختيارها غلط، مهما وصلت لمرحلة سيئة في العلاقة مع جوزها، ما جيش أقول لها يعني خلاص أنت وحالك. لا، أنا لازم أتدخل علشان أصلح ما بينهم، ولازم أحتوي بنتي. مش هيبقى البيت اللي هي فيه فيه مشاكل وهي عايشة بصورة يعني سلبية مع راجل هو يعني عنده سلبيات، ممكن يكون بيشرب، ممكن يكون كذا أو كذا، واجي أنا كمان الأب ما أكونش سند ليها. لا، ده أنا أكون سند ليها وأحتويها، بس ما شجعهاش على إنها تنفصل، ما شجعهاش على إنها تهد البيت، مش هقول لها تعالي أصل البيت أبوكي مفتوح لك لا تعيش بس نعالك. أيوة، تتحمل شوية، لازم أخليها تشوف الحياة شوية وشدة الحياة شوية. احنا ما نوصلش للطلاق ده او للانفصال ده غير لما يكون يقينا عندنا 100% احنا مش قادرين نكمل. الاستمرار هيؤدي لمخاطر اكبر، يبقى انا ساعتها اقول انفصال. لكن انا دايما لما حد يدخل معايا او يسأل عن حاجة زي ده اقول له لو عندك امكانية 5% انك تكمل كمل، خاصة لو كان عندك اولاد. كتير ناس كانوا وصلوا خلاص لمرحلة الانفصال ومرحلة الطلاق وربنا سبحانه وتعالى اصلح الحال. صحيح. والدنيا بقت بينهم كويسة. ما نستعجلش، لو احنا عندنا الصبر بتاع ابليس وهو بيحاول يهد البيوت، لو احنا عندنا الصبر ده على ان احنا نقيم البيوت، مفيش بيوت هتتهد. صحيح. هو اهم هدف عنده، أغلى غاية عند إبليس، إنه هو يشرد البيت. صح. بتشريد البيت بتتشرد الأم، بتتشرد الأطفال، المجتمع يبقى مجتمع يعني ما فيهوش تماسك، هو عايز كده. فإحنا لو بتحولوش الباب بقى. طبعا ده باب واسع من أبواب الشيطان. صحيح. دكتور أيمن نورتيني، بشكر حضرتك جدا وشوفك على خير إن شاء الله. ربنا يعزك.
لما واحد راح للرسول عليها أفضل الصلاة والسلام بيشكي من قسوة قلبه، الرسول قال له اطعم المسكين وامسح على راس اليتيم. قد إيه جبر الخواطر ومساعدة الضعيف واليتيم والمسكين والمحتاج بيكون ثوابه عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا في الأيام المباركة اللي بنعيشها في شهر رجب واستعدادنا إن شاء الله لاستقبال شهر رمضان المبارك. خلونا نتكلم عن أعمال الخير مع الدكتور يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا بيك ومنورنا. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. وإحنا في أيام مباركة وشهور كلها خير ورضا من ربنا سبحانه وتعالى، ويعني مضاعفة الحسنات وكل أعمال الخير اللي نقوم بيها في الشهور دي ربنا سبحانه وتعالى بيجازينا عليها أجر كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. نفحات الله جل وعلا تتوالى علينا في كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، خصوصا ونحن في هذه الأيام في شهر من الأشهر الحرم. عدد الشهور 12 شهر، منهم 4 حرم: شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب. فرض مضر، يعني فرض يأتي منفردا، الشهور الثانية الثلاثة تأتي متتالية. ومضر لأن قبيلة مضر العربية كانت تعظم شهر رجب، ورجب ده معناه الترجيب بمعنى التعظيم، كانوا يعظمونه. ويسمى هذا الشهر بالشهر الأصم والشهر الأصب وشهر الرجم وشهر الله. شهر الأصم لأنهم كانوا يصومون فيه عن القتال، إذا جاء رجب ما فيش قتال في رجب حتى قبل الإسلام. ويسمى بالشهر الأصب، ليه الأصب؟ لأن الخير يصب فيه من الله على العباد صبا. ويسمى بشهر الرجم، ليه؟ لأن الشياطين ترجم فيه. وبنقول كده دايما والناس كتير بترددها: رجب شهر الله، وشعبان شهر رسول الله، ورمضان شهر الأمة المحمدية. ليه رجب شهر الله؟ لأنه من الأشهر الحرم. وليه شعبان شهر سيدنا رسول الله؟ لأن الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي نزلت على النبي في شعبان. وليه رمضان شهر الأمة المحمدية؟ لأن الله خص به أمة النبي دون غيرها من الأمم. عندنا آية كريمة يا أستاذة لم، يا ربنا بيقول لنا فيها في أواخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. كل دي عبادة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نتقلب في بساتين رضا الله في شهر رجب، ما بين صلاة وصيام وصدقة وتطوع، اللي يقدر يروح يعمل عمرة يعمل عمرة، اللي يقدر يجبر بخاطر واحدة أرملة أو أيتام أو أطفال أو فقراء أو مساكين يعمل. نتقلب في بساتين رضا الله. ليه؟ لأن من يفعل الخير لا يعدم جوازية، لا يذهب العرف بين الله والناس، وصاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد له متكئ، يجد حاجة يتكئ عليها، لأنه فعل الخير وجبر بخاطر الخلق، يقوم الخالق سبحانه وتعالى يجبر بخاطره. أيام خير وبركة نغتنمها في طاعة الله جل وعلا. صحيح. لأن الناس نوعين: هناك أناس يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، وهناك أناس يصلون بكرامة الله إلى طاعة الله. فإحنا ممكن من خلال الطاعة وعمل الخير ده يوصلنا للكرامة، لكرامة الله. وإن أكرم الله عبده فلن يشقى بعد إكرام الله. صح. له ونعم بالله. ونعم بالله. هحكي لكم على موقف بمناسبة المرض. من 3 سنين تقريبا كده عيت عيا شديد جدا جدا جدا،
وكان بق المية تبقى قدامي ومش قادر أشرب، وزوري مقفول تماما وصوتي راح. نزلت أجري على المستشفى، دخلت لقيت في ناس كتير جدا موجودين عشان يدخلوا للدكتور وأنا مش قادر أدخل. في اللحظة دي أنا قعدت في الأرض وفضلت بقيت دموعي نازلة من شدة التعب، وبقيت أقول طب الناس بقى اللي يعني أنا بالنسبة لناس تانية ما هو ألم في زوري وما يعني فيروس كان موجود في جسمي، لكن في ناس تانية أمراضها ما تستناش لحظة. أيوة. يبقوا بيلفوا حوالين نفسهم مش عارفين يوصلوا لطبيب، مش عارفين يروحوا المستشفى لأنه ما معهمش فلوس، لأنه مش قادرين، لأنه الدخول بأرقام بعدد يعني أيا كان إيه هو. لأنا عايز أقوله أن البني آدم المريض قدرة تحمله على أي شيء تاني غير الألم بتبقى صفر. صحيح. ما هوش قادر يتحمل الجوع، وقتها لو حتى جاع مش هيحس بالجوع، يتحمل العطش وقتها مش هيحس برضو بالعطش لأنه في ألم أشد. المرض من أشد الحاجات اللي ممكن تهد البني آدم وتخليه لا حول لي ولا قوة. سبحانك يا رب ملناش في نفسنا حاجة. طبعا طبعا سبحان الله. المرض ده يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها إلا المرضى. وسيدنا النبي يقول في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال أحد الحكماء إن ثلاث حاجات سبب في انكسار الإنسان: الفقر والمرض والموت. طبعا الفقر ممكن الإنسان يعني يضبط حاله ويرجع زي ما كان وأفضل. طب المرض، المريض بين يدي الله. صحيح. سيدنا أيوب لما يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللي أنا عايز أقوله من خلال كلام حضرتك للسادة المشاهدين إن الإنسان يساهم في تخفيف العبء عن المريض. طبعا. شفاء المرضى، المستشفى اللي احنا شفناها من شوية، عايزين إن احنا نكمل هذا البناء وهذا المكان ليعني يستقبل المرضى، يكون سبب في تخفيف الألم، يكون سبب في الشفاء في الدواء، يكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرنا في مرضانا. كلنا عندنا مرضى وبندعي لهم إن ربنا يشفيهم ويعافيهم. وأي واحد فينا معرض للمرض، سيدنا النبي كان يوعك كما يوعك الرجلان لأن له ضعف الأجر صلى الله عليه وسلم. ففعلا يقول لنا سيدنا النبي داووا مرضاكم بالصدقة. جرب كده، وكل واحد فينا يجرب يداوي المريض بتاعه بالصدقة. الصدقة لها سر عجيب عند الله جل وعلا، ويقول لنا في القرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الجنيه اللي هتدفعه في مساهمة في مستشفى أو في جهاز طبي أو في علاج مريض أو في عملية لمريض ربنا هيشفيه بسببها، هيعود عليك بأضعاف أضعاف أضعاف ما دفعت. هيعود عليك في المال وفي الصحة وبركة في الأولاد وبركة في البيت، وهتتبع هدي سيدنا النبي اللي ربنا قال له في القرآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقات، بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، ولو فعلنا ذلك لن يخزينا الله أبدا، زي ما قالت ستنا خديجة لسيدنا النبي والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ما هي دي من نوائب الحق؟ المريض اللي مش معاه علاج ليعالج، نخفف عنه هذا العبء وفي ميزان حسناتنا إن شاء الله. كرتونة الخير من الأعمال العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى. الكرتونة اللي فيها كل المواد الغذائية اللي بتصل لكل الأسر اللي ممكن تكون محتاجة، وأحيانا بتبقى مناطق بعيدة جدا السفر ليها ممكن ياخد أكتر من أيام. كرتونة الخير زي ما اتفقنا، يعني مش عايزين نقول كرتونة رمضان وبس، لا طبعا في حد يقدر يعيش من غير في كل الشهور وفي كل الأيام. وده برضو من باب تفريج الكرب عن المكروب. قال صلى الله عليه وسلم من نفس، شوف التعبير النبوي الدقيق، من نفس، وفي رواية من فرج
عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والواحد ينفق وما يخافش، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، لأن ده هدي سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه عليها أفضل الصلاة والسلام. مهم جدا الجملة اللي حضرتك قلتها، إنك لما تفكر إنك تنفق في سبيل الله اوعى تخاف، لأن اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيروحش أبدا، وهي دي التجارة الوحيدة اللي عمرها ما بتخسر أبدا، إننا نتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. نورتين يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك على خير إن شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم يوم الجمعة على خير إن شاء الله. السلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا